أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد أن ينادي رجلا آخر اسمه عبد الإله، فقال له مازحا: عبد الولاة، فهل يأثم؟ عبد إيش؟ يقول: فقال له: يا عبد الولاة. لا يجوز هذا، هذا كلام لا يجوز، ولا يجوز المزح في أسماء الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا، هذا خطر. نعم.